جلالة السلطان سليمان القانوني. ايه الاخبار؟ كله تمام يا مولاي. اخبار الحرم لك ايه؟ بالراحة يا ابني، بالراحة بالراحة هوي بالراحة. ها اخبار الحرم لك ايه؟ كل الحرم هغيرك اجيب مروحة سقف. بالراحة وريني ازاي. بالنسبة للحريم الجداد هتجيب لي برد كده يا ابني. حريم الجداد اللي جم الحرم لك اخبارهم ايه؟ كويسين؟ كويسين ومية مية يا مولاي. اكدت منهم انت بتعامل لي كصباع كفته ليه يا ابني؟ هوي بالراحه. اتاكدت منهم ولاحظت ان متفاجئ انت. ها تأكدت منهم وتأكدت ان كل تعال 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 المايه اللي هنا سخنه. ها هو عليها عايزها تلج. هو على دي يلا هو. تأكدت من الحريم وعرفت ان هم يعني مفيدين بالنسبة للقصر ومفيدين ومفيدين بالنسبة للحرم لك. بأكيد يا مولاي. قلقني قلقني انا جايبك تقلقني. تعال 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 اطلع هوا على الاستاذ. تعال هو على الاستاذ هنا. والسجاير انت ما سبتهاش في الاوضه ليه؟ يعني مش مقامل لاصحابك؟ ده سجارتين يا معفن. يعني سجارتين خايف عليهم؟ ماشي بعدين بعدين. هقعد الم وراكو داخل بسجاير. ماشي المهم. ده داخل بشيشه ولا ايه؟ المهم بالنسبه للسلطنه طبعا انت بتحب السلطنه يا براهيم. باكيد يا مولاي. واكيد بتحب السلطان. باكيد. يعني ما هو مش فاهم انا الدور ده. انا مش فاهم الدور. واكيد بتحب السلطان. ده اكيد طبعا يا مولاي. قائد الدرك بيخن يا براهيم. يا ابن اللعيبه. مش قصدي طبعا يا مولاي بس بيخونك مع مين يعني؟ بيخني مع الجاريه اللي عندنا هنا اللي اسمها اسمهان. يا بنت اللعيبه. ايه ده يا مولاي؟ لا سيبني اقتله بقى يا مولاي. هتقتله في الوقت المناسب. في الوقت المناسب هديلك اشاره معينه. هطلع المنديل الاحمر ده هشاور لك كده اهو تقوم منقض عليه انقضاضه رجل واحد. ها طبعا يا مولاي. لوحدك تقتله من غير ما حد يعرف. هقتله يا مولاي في توقيت ما هقول لك عليه. حاضر يا مولاي. ماشي. عايز حاجه؟ لا حضرتك عايز انا حاجة؟ مستني بس قائد الدرك لان في مؤامره بتحصل عليا. واحد عايز يختلني. واحد عايز يختلني هيجيب لي اخباره وبعدين هقول لك تقتله. تقتله على طول. حاضر يا مولاي. اتكل انت. سلام عليكم. ايه ايه يعني ما وريش غيرك ولا ايه؟ اهدى كده واشتغل اشتغل بهدوء. مولاي ام ميس يو. سنبل أغا أهلا وسهلا وحشتني يا سنبل. بجد يا مولاي وحشتك. مش وحشتني كده. ما
امال ازاي؟ بقالي فتره ما شفتكش. اه ها سنبل اغا. ايه الوزير براهيم بيخن يا سنبل. ايه ده؟ يعني طلع جاسوس؟ لا مش جاسوس، تولع السلطنه، مش دي القضيه. ليه؟ بيخني مع واحده من الجواري اللي هنا. اوعى تكون اسمهان. هي مفيش غيرها ولا ايه؟ هي فعلا اسمهان. خلاص يبقى نقتلها يا مولاي. لا ما تقتلهاش، انا بحبها يا سنبل. امال نقتل مين؟ هنقتل الوزير براهيم. وانت اللي هتقتله. انا؟ ايوه انت. في لحظه ما هشاور لك بالمنديل الاحمر ده هتنقض عليه. حاضر ماشي. خلاص ماشي يا مولاي. اتكل انت يا براهيم. يا سنبل اتكل. طب سلام. مع السلام. سلم. سلم ايه؟ ما انا سلمت خلاص. مع السلام. سلام. اللي هو ايه يعني؟ سلام. الله، وبوسه يمين وبوسه شمال يعني. ايوه حاضر. بتنشن في النص. قلنا واحده يمين واحده شمال. انت اصلا شمال. انتوا اللي اديتوني الدور ده. ما انت اليا واحد في الدور. لا مش انا. انا مش فاهم دورك. انا مش فاهم. بقول لك ايه، اتكل على الله. قائد الدرك. دستور دستور يا مولاي. مولاي السلطان. فنون شعبية داخل عليا. ايه اللي بيحصل؟ معلش يا جناب السلطان. وبدي بعدين مش قدام الناس بترشيني. والله لو عملت ايه مولاي السلطان العظيم. أنا مش فاهم. أنا جايبه لنفسي. أنا جايبه لنفسي. قائد الدرك. أيوة يا مولاي. أيوة هوي هنا بس. قائد الدرك. أيوة يا مولاي. لو سمحت يا مولاي بعد إذنك ممكن تجيبه على أقل حاجة، الجو تلج. إثبت واسمع الكلام. ها؟ أيوة يا مولاي. ها؟ ها إيه يا مولاي؟ سنبل بيخني. سنبل بيخونك؟ ايوه. ازاي ده اغا؟ لا مش بيخني كده، لا يعني هو تآمر مع بعض الاشخاص على شخصي عشان تآمر ضد السلطنه. يبقى يتقتل. يتقتل يتقتل وبدون سبب عادي. انت اللي هتقتله. انا اقتله يا مولاي؟ اديني انت الاشاره وانا اقتله في التو واللحظه يا جناب السلطان العظيم. في لحظه ما اشاور لك بالمنديل الاحمر ده. ايوه يا مولاي. هتقوم منقض على سنبل اغا. تقتله. اقتله يا مولاي طبعا يا مولاي. امال هعمل ايه يعني؟ وانا وظيفتي احميك يا مولاي. يعني انت نفسك تبقى عاطف عوض ولا ايه؟ مش فاهم. طيب يعني هقول لك تقتله، بس اهم حاجه. ايوه يا مولاي. الراجل المتآمر اللي كان عايز يقتلني ده ظبطوه ولا لسه؟ لا لسه ما جبناهوش، لكن هنقبض على المتآمر يا مولاي طول ما انا موجود. وده اعلى واحد عندي في السلطان. انا اللي بحميك يا جلالة السلطان. طبعا طبعا. اتفضل. اتفضل فين يا مولاي؟ اتفضل انت روح. حاضر يا مولاي السلطان. تكل. حاسب الديكور. Through my
يا أخي كل حاجة بتبوظ، كل حاجة بتبوظ. أنا مش عارف أنا قلت لمين يقتل مين ومين ما يقتلش مين، مش إشكال. أما أديهم الإشارة بالمنديل كله يقتل بعضه زي ما قلت لهم. إيه ده؟ مولاي السلطان في الحرم لك؟ أهلا يا فيروز. أهلا يا مولاي. أخبارك يا فيروز؟ كله تمام يا أنا مولاي. قلت لك تقتلي حد أو حاجة؟ لا، اليومين دول ما حصلش. قبل كده حصل ونفذتي؟ طبعا. تمام يا فيروز. حضرتك تؤمر بأي حاجة تانية؟ فيروز، أنا قلتلك قبل كده إن أنا بحبك؟ لا يا مولاي. معقولة يا فيروز؟ لا. اوعي اوعي. إيه؟ المدام جت، المدام جت. اوعي اوعي. هتقتل المدام؟ أنت يا بني آدم. عدل، وقف باحترام. هيام هانم خلاتو. خرشوف ايه خانون خانون ويام هانم خانون. مولاي اهلا يا هيام هانم. مولاي انا 100 مره اقول لك انا ما اسميش هيام، اسمي هيام. امال ايه هيام ده؟ مفيش، ابويا راح يسجل اسمي في السجل المدني، وطبعا انت عارف ان هو اخرس. الموظف بيساله اسم البنوته ايه، قال له هيام. فسماكي هيام؟ لكن انا اصلا اسمي هيام عبد الله، مدرسه احياء في الثانويه بنات. لكن هيام برضو ليه وقع كده، تحس ان في عظمة. هيام هيام يا مولاي، هيام اللي في المسلسل قمر عني. انت اللي قمر؟ بس هي بزيادة. انت اللي قمر؟ مين اللي بزيادة والنبي؟ انت مش ده، انت المجموعة الشمسية كلها. مولاي فين فيروز؟ فيروز اكيد في التلاجة. هزار سلاطين. فيروز. نعم يا مولاتي. اقبل راحة عليها عشان ما تفرش. سلاطين دايما دمهم تقيل كده. نستأذن انا والشخص، تعال فضل. وين الريشة دي وقعت منك؟ فضل فضل. خد في ريشة كمان. ايه؟ سيبها سيبها، نقعد ساعة في الريشة. فيروز. نعم يا مولاتي. في جواري جديده جت النهارده؟ في 2 جم الصبح يا مولاتي. حلوين؟ لا هو انا ما شفتهمش، بس انت قلقانه من حاجه؟ يعني موضوع الجواري ده بقى كبير قوي وكتير قوي. ايه كميه الجواري اللي عند السلطان ده؟ طالع بجاريه نازل بجاريه. تخيلي يا فيروز، امبارح بقلعوا الروب، طلعت جريتين من تحت باطه. في ايه؟ انت جايه تتضايقي دلوقتي يا مولاتي بعد ما بقى عنده 300 جاريه؟ ما هو عشان الموضوع ده بقى يا فيروز، انا عايزاكي تقومي لي بمهمه. لو عملتيها زي ما انا عايزه ليكي عندي مكافاه عظيمه. مكافاه ايه يا مولاتي؟ طبق كشري من ابو طارق عليه شويه دقه من فوق، تاكليه من هنا تفلقي الدنيا من هنا. كشري؟ طب انجاز، عايزه ايه؟ بنت. ازاي تكلمي حضراتنا بهذا الاسلوب؟ فلت سيس خسيس خرسيس. عفوا يا مولاتي. بصي يا فيروز، خدي السم ده، حطي لي الجواري في الاكل بتاعهم. انت عايزاني اقتلهم يا مولاتي؟ ومين قالك ان انت اللي هتقتليهم؟ امال مين اللي هيقتلهم؟ السم هو اللي هيقتلهم. بحب الضحكه قوي. طب خلاص حاضر يا مولاتي، بقى ما تصدعيناش.